والآن تتوج الأسرة الجامعية احتفالها وتتشرف بمنح صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الدكتوراه الفخرية تقديراً الدكتوراه الفخرية تقديراً واعتزازاً بما قدمه من إجازات ودور بارز ومؤثر في الحياة الكويتية والعربية والإسلامية والدولية وعلى جميع المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنسانية وعرفاناً بما بذله سموه من جهود دؤوبة على الصعيد الإنساني ما جعل من الكويت مركزاً إنسانياً عالمياً وتسمية سموه قائداً للعمل الإنساني الدكتوراه الفخرية لصاحب السمو تأكيد على مكانة سموه لدى الأسرة الجامعية إنها محطة مضيئة في درب سموه الذي يشع بالإنجازات والتي رافقت مسيرة طويلة قطعها سموه معززاً للقيم ومحفزاً للهمم داعياً للجد والعمل ليزهر الأمل وهذا الوشاح يمثل قلوبنا يا صاحب السمو التي تحيط بك وتحرسك بالغالي والنفيس يا رائد الوطنية وقائد الإنسانية وفي الختام تتقدم الأسرة الجامعية بعظيم الشكر والامتنان لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه على تشريفه لهذه الاحتفالية التاريخية